التعب والراحة بالكذب والصراحة لما بشغل الداحة يلعن روحك حافل أيوة يلعنك بالترويقة. احنا أكدنا من خلال هاي الجدارية على دوار المحرية اللي هو بشكل رمز لمدينة إدلب أنه احنا مستمرين بهاي الثورة رغم القصف رغم التهجير رغم هذا الخزلان العربي والأممي، نحن مكملين إن شاء الله. ولا مرة دخل لقلبنا اليأس، نحن بهاي الرسمي عرضنا مراحل اللي مرقت فيها الثورة انطلاقا من المظاهرات السلمية وبعده القصف والتهجير والجوانب المشرقة في الثورة. طلابنا أثبتوا نجاحهم وتفوقهم في كل الميادين طبعا، نحن وهاي كان الشيء اللي بيأرق النظام كثير كثير، ونحن أنهيناها برسالة بنقول فيها لا للياس، ممنوع الياس، وان شاء الله ما بنيأس، وان شاء الله النصر قريب. تلعن روحك حافي وتلعن روحك فرحاني وحتى وهي زعلانه.